ينضم الينا هاتفيا من رام الله دكتور نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجيه. دكتور نبيل، يعني تحيه لحضرتك واهلا بك على شاشه اونلايف. بدايه يعني شهدنا جمعه ثانيه، جمعه الغضب، خروج العديد من الفلسطينيين، سقط 10 شهداء حتى الان، ووصل عدد الجرحى الى ما يفوق 1000 جريح، 1300 جريح حتى هذه اللحظه. كيف ترى هذا التحرك على الارض، وهل نحن ازاء انتفاضة جديدة أو جبهة وطنية شعبية فلسطينية تتشكل على الأرض؟ أولا نحن في انتفاضة، والانتفاضة هي تحرك شعبي متصاعد ومستمر سلمي في مواجهة العدو. وبهذا المنطق نحن نمر بأشكال مختلفة من الانتفاضة. في القدس كانت الانتفاضة هي الصلاة على في الشوارع المحيطة بالمسجد الأقصى، إلى أن أجبرت القوات الإسرائيلية أن تغادر المسجد الأقصى والحرم الشريف. وكانت هناك انتفاضات تتم بالحجارة وانتفاضات تتم بالمسيرات. نحن أمام شكل جديد مبدع، يعني ذهاب عشرات الآلاف بدون إطلاق رصاصة واحدة أو قنبلة واحدة، ولكن ذهاب عشرات الآلاف إلى الحدود رافعين العلامة الفلسطينية، وفي الجمعة التالية يغطيهم سحاب من الدخان الأسود الذي يستخدم الرياح العرضية العكسية الآتية من البحر بأنه يحرق الإطارات الكاوتش، فتذهب دخانها الأسود في وجه العيون الجنود الإسرائيليين الموجودين على كل حدود غزة فتعميهم في الواقع. يعني فوصل الآلاف إلى الحدود ورفعوا العلامة الفلسطينية بالأمس على الحدود. طبعا هناك ضحايا وهناك شهداء وهناك جرحى وهناك جرائم حرب ترتكبها إسرائيل ضد مدنيين عزل من السلاح حسب قوانين اتفاقية جنيف الرابعة. هذه جريمة حرب، وبتكرارها تصبح جريمة ضد الإنسانية، علينا أن نتصدى لها في كل العالم. طب دكتور نبيل يعني هي جريمة بكل المقاييس ومشهد بطولي يجسده الفلسطينيون على الأرض، لكن كيف يراقب المجتمع الدولي هذا المشهد؟ يعني سلاح يشهر أمام مدنيين عزل لا يملكون شيئا سوى الاعتراض فقط والخروج في مسيرات، يعني كيف يراقب المجتمع الدولي هذا المشهد؟ ضمير العالم كيف يتابع ما يجري على أرض غزة، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية للأسبوع الثاني على التوالي تعرقل صدور بيان من أجل إجراء تحقيق مستقل فيما يحدث على أرض غزة؟ المجتمع الدولي كيف يتابع وينظر إلى ما يحدث على أرض غزة؟ يعني تتراوح المتابعة بتراوح سياسة الدولة ومدى انسجامها مع شعبها في الالتزام بالقضايا العادلة والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وبالشرع الدولية العالمية. يعني يختلف الدول، وهذا لا يعفينا أنه إحنا علينا أن ننقل هذه الرسالة. يعني حيث لنا الجمهور يسمعنا كما يحدث في البلاد الإسلامية وفي البلاد الأسيوية والأفريقية، وأيضا مع الاشتراكية الدولية ومع المجتمع التقدم العالمي، لا، هذه التجمعات السياسية الكبرى قامت بإصدار بيانات وأرسلت شكاوي إلى الأمم المتحدة ووقفت إلى جانبنا وتؤيدنا، بدليل أن الذي يعرقل قرارات مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وحدها التي تملك حق الفيتو وتستخدمه في إحباط أي محاولة للوصول إلى قرار من مجلس الأمن. في الجمعية العامة لا يستطيع ذلك، طبعا الجمعية العامة لها مواعيدها وهي كانت مغلقة في أثناء فترة عيد الفصح، وسنعود إلى محاولة عمل اجتماعات في الجمعية العامة. في الجمعية العامة نحصل عادة على من 124 إلى 129 صوتا يقف إلى جانبنا دائما، بالأخص في وجه جرائم مثل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. العالم يستجيب لكنه يريد منا الحراك من أجل أن ننقل له صورة ما تقوم به إسرائيل في غزة. دكتور نبيل، دوما ما تؤكد أن قضية اللاجئين لا يمكن أن نتجاوزها، وحديث الرئيس الأمريكي الأخير عن
أولوية منح الحوار مرة أخرى فرصة ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والإشارة إلى أن ذلك ينطوي على تنحية لبعض القضايا الأخرى ذات الأولوية مثل قضية حق اللاجئين ومواجهة الاستيطان. كيف ترى هذا الحديث الأمريكي بعودة أو استئناف المحادثات مرة أخرى وتنحية قضايا جوهرية يعني هي يعني في صلب القضية الفلسطينية مثل قضية اللاجئين وقضية التمسك مرة أخرى بحق العودة ومواجهة الاستيطان؟ أولا هذا الرجل الذي يحكم أمريكا مرفوض كاملا، هو ليس وسيطا ولا أمينا ولا نزيها ولا علاقة له لا بالأمانة ولا بالنزاهة ولا بالوساطة، وقد قلنا ذلك له وللعالم ولأشقائنا العرب، لن نتعامل مع هذا الإنسان. نحن لا ليس معنى ذلك أننا لا نريد عملية سلام، لكن لا نريدها تحت إمرته وتحت سيطرته وتحت ألعابه البهلوانية. نحن ذهبنا إلى كل دول العالم، نحن مستعدون لعملية سلام تنطلق من الأمم المتحدة، تشمل أشقائنا العرب، تشمل روسيا، تشمل الصين، تشمل دول أوروبا، تشمل الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا، كوريا، كل هذه الدول زرناها وكلها تقول نحن على استعداد للمشاركة معكم في أي عملية سلام متعددة الأطراف. أما عملية سلام تحكمها الولايات المتحدة ويقودها دونالد ترامب فهي مرفوضة بالأساس، لا نريد أن ننتظر لنرى ما الذي سيأتي به، وليس لنا صبر ولا رغبة في أن نستمع إلى ما يسميه صفقة القرن ولا صفعة القرن ولا القرنين. نحن لسنا في هذا الملعب، نحن في ملعب دولي مختلف تماما، ليس جاهزا بالكامل، ولكن علينا أن نعمل لتجهيز. في هذا الأمر تحديدا كيف يمكن الوصول إلى عملية سلام متعددة الأطراف لا تلعب فيها الولايات المتحدة الدور الأول والأخير؟ حضرتك ذكرت أنه كان في زيارات متكررة لروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، كيف يمكن أن نصل إلى آلية تشمل دول كبرى أخرى ذات ثقل سياسي تكون راعية لعملية السلام تحقق هذا التوازن؟ لا نقول أنها يمكن أن تكون بديلا على الولايات المتحدة، لكن على الأقل تحدث حالة من التوازن في رعاية عملية السلام في المنطقة. كيف يمكن أن نصل إلى ذلك دكتور نبيل؟ أنا أعتقد ذلك سيحتاج إلى وقت، وأنا أعطيه السنتين المتبقيتين من حكم دونالد ترامب. يعني أنا أعتقد أن احنا في هذول السنتين محتاجين إلى أن نصبر ونصابر ونوحد جهودنا ونرابط ونعمل مع أشقائنا العرب بقيادة مصر بالطبيعة، وإنما دون ذلك لم تأتي الأمور بشكل سهل. أولا لأن العالم يأخذ وقتا لكي يكتشف أن الولايات المتحدة لم تعد تملك هذا العالم كما ملكته في العام 91. العالم تغير. كان وقتها انتهى الاتحاد السوفيتي وانتصروا هم في الخليج، وبالتالي ما كانش ممكن، كانش في دولة أخرى غيرهم. الآن هم ارتكبوا أخطاء فادحة في العراق وفي أفغانستان وفي ليبيا وفي أماكن عديدة في العالم، والدول الأخرى تنمو بحكم أن العالم يتغير يوميا، لكن هذا يحتاج إلى وقت. نحن نعتقد أنه خلال السنتين القادمتين ستتبلور هذه الأفكار التي تحدثنا عنها، وعلينا أن نصبر وأن نرابط في هاتين السنتين إن شاء الله. دكتور نبيل، يعني كيف تقيم رد الفعل العربي حتى هذه اللحظة؟ من أيام كان هناك اجتماع للأعضاء غير الدائمين بالجامعة العربية بالقاهرة، وكان هناك ردود يعني من أكثر من عاصمة عربية، كيف تقيم الرد العربي وإلى أي مدى هذا الرد يمكن أن يسهم في دوائر سياسية أخرى دولية للضغط على إسرائيل؟ شوف، نحن جزء من هذه الأمة العربية، نحن لا نتخلى عنها ولا نتبرأ منها ولا نستند إلا إليها أولا، لأنه نحن جزء منها، ونحن ندرك أنها تصعد وتهبط. يعني كلنا يذكر هزيمة عام 67، لكن كلنا يذكر أيضا انتصار عام 73، بمعنى أنه تصاب الأمة بانتكاسات ثم تعود إليها، وبالأخص عندما تقودها مصر تعود مرة أخرى إلى قوتها، تعود مرة أخرى إلى عافيتها. نحن الآن لسنا في فترة عافية حقيقية في المنطقة العربية، عشان أكون واقعي وصادق معك يعني، وندرك أنه لا، بالإمكان كانت أن أمتنا تقف إلى جانبنا بشكل أكبر، خصوصا أبناء أمتنا اللي عندهم موارد بترولية وعندهم يعني إمكانات كبيرة، كان يمكن أن تستخدم جزء منها في دعمنا في مواجهة ترامب وفي مواجهة إسرائيل. ولكن ذلك سيأتي، يعني أنا أؤكد لك ما نفقد الثقة، وستعود أمتنا إلينا. القدس لنا ولها،
وكنيسة القيامة لنا ولها ولكل عربي مسلم ومسيحي في القدس قبلة ومكان مقدس، هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وبالتالي احنا ما عندنا شك في هذه الفترة. لا لسه أعتقد أمتنا يمكن أن تكون أكثر قربا منا وأكثر دعما، ولكننا ننتظر وكلنا ثقة. دكتور نبيل شعث، يعني أخيرا تحقيق الوحدة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، إلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك في تقوية المفاوض الفلسطيني وتقوية أيضا الفلسطيني على الأرض في هذه المسيرات، حينما يشعر أن هناك لحمة واحدة وهناك صف واحد للفلسطينيين في مواجهة الإسرائيليين؟ ما الذي تحقق في هذا الملف حتى هذه اللحظة، وكيف يمكن أن نقرأ ما يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة على صعيد الوحدة الفلسطينية داخليا؟ يعني مثلا أنا بقول لك أنه يوم الجمعة بالأمس والجمعة اللي قبله كانت الوحدة الوطنية الشعبية على أرض المعركة في غزة كاملة، كان هناك فتح وكان هناك حماس وكانت هناك الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وكل الفصائل بقياداتها المحلية جميعها كانت في الساحة. النضال يجمعنا ويوحدنا، ولكن ترتيب ذلك وتحويله إلى عودة دولة واحدة وإطار واحد ما زال يحتاج إلى إنجاز. والحقيقة تلعب مصر دورا هاما في تحقيقه، وكلنا ثقة أنه ستستمر مصر في ذلك، وكلنا ثقة أنه إحنا سنعود وحدة واحدة. نحدث تقدما ولكنه بطيئا في هذه المرحلة، لعل ما حدث بالأمس والأسبوع الماضي يشجع على مزيد من السرعة في تحقيق الوحدة الوطنية. الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك.